السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد. وأصلي وأسلم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، بداية قبل أن أتحدث عن لقاء اليوم، أود أن أنبه إلى مسألة مهمة. ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة هي حكم حمل المصحف في صلاة القيام أو في صلاة التراويح. أولاً، الأصل في المسألة أنه لا يجوز أن يحمل الإمام المصحف في صلاة الفريضة، أياً كان سواء إمام أو مأموم، لا يجوز أن يحمل الإمام أو المأموم المصحف في صلاة الفريضة. ليه؟ لأنه ليس هناك إلزام يلزم الإمام أو المأموم بأن يقرأ سورة معينة من القرآن أو قدراً معيناً من القرآن، بل أقول تصح الصلاة، وهذا ليس كلامي وإنما هو كلام أهل العلم، تصح الصلاة إن قرأ الإنسان بالفاتحة فقط ولم يقرأ السورة القصيرة التي بعدها. فمن هنا كان هذا الحكم أنه لا يجوز للإمام أو المأموم أن يحمل المصحف في صلاة الفريضة. أما عن حمل المصحف في صلاة النافلة فالأمر فيه تفصيل، الأمر ليس على الإجمال ولا على الإطلاق. حمل المصحف في صلاة النافلة جائز لمن؟ جائز إن كان الشخص الذي يريد أن يتنفل، سواء كانت النافلة تراويح، تهجد، قيام ليل، يجوز للإنسان أن يحمل المصحف ليقرأ منه. لماذا؟ لأن الإنسان في صلاة التهجد أو القيام أو أي كانت الصلاة في النوافل يود أن يطيل في الصلاة، فهو عاوز يناجي ربه سبحانه وتعالى، ولكنه لم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالحفظ. طيب هيقرأ إزاي وهو عاوز يطيل في القراءة؟ فمن هنا أجازوا حمل المصحف للإمام إن أراد أن يطيل في الصلاة، ولكن الأولى أن يؤم المصلين في صلاة القيام أو في التراويح، للأولى أن يؤمهم الحافظ للقرآن حتى يكون هناك ترغيب في حفظ القرآن، حتى لا يتكاسل الأئمة عن مراجعة وعن حفظ القرآن. ده هذا هو الأولى. ولكن يجوز؟ نعم يجوز، ليس فيها أي شيء، ولكن الأولى أن يؤم المصلين أحفظهم وأعلمهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للإمام في صلاة التهجد أو في صلاة التراويح كما نصلي أو القيام. طيب، ما الحكم بالنسبة للمأمومين؟ الحكم بالنسبة للمأمومين أنه لا يجوز لهم أن يحملوا المصاحف خلف الإمام. ليه؟ وإيه الدليل؟ أولاً، المأموم مأمور بأن يتابع الإمام في القراءة، الإمام مأمور بأن يتابع الإمام وينصت لقراءة الإمام، ليس هو هذا المقام في صلاة الجماعة في التراويح أو القيام أو في التهجد، هذا المقام ليس مقام حمل المصحف للمراجعة أو لمتابعة الإمام، بل المأموم مأمور بأن يستمع لقراءة الإمام، لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإيه؟ وأنصتوا. ما قالش فاستمعوا له وتابعوا، فاستمعوا له واقرأوا، قال لا، فاستمعوا له وأنصتوا. أيضا لما في ذلك من التشبه باليهود والعياذ بالله، اليهود يحملون الكتاب في صلواتهم،
خد بالك معاي اليهود يحملون كتابهم في صلواتهم. تعال بقى للجزئية اللي بعد كده اللي هي ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة. الصلاة فيها مشاغل كتيرة أوي أوي أوي، في حاجات كتير بتعرض للمأموم أو الإمام، تعرض للمصلي، تشغله عن الصلاة، تشغله عن تحقيق الخشوع والطمأنينة في الصلاة. تخيل لو أنا مثلا لو أنا مأموم واقف خلف الإمام، وتعالى كده نتشاور في المسألة دي، لو أنا واقف خلف الإمام أيهما يكون أفضل وأتم للصلاة؟ أن أقف خلف الإمام هكذا وأنا عيني تنظر إلى موضع سجودي وأنا كل تركيزي مع الإمام في قراءته وفي تلاوته وفيما أسمع من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، هل هذا يكون كالذي يحمل المصحف ثم هو يتابع الإمام وبعدين الإمام مثلا أخطأ يوم يرد الإمام واحد من آخر المسجد زي ما بيحصل مثلا النهاردة، وبعدين طب ما في ورا الإمام، في مع الإمام ما شاء الله يعني إخوة ما شاء الله عليهم في الحفظ ما شاء الله، حتى لو أخطأ أنت لست مطالب عشان أنت ماسك المصحف ترد الإمام من آخر المسجد مثلا؟ طبعا هذا لا يجوز. فقضية حمل المصحف يا إخواني هذه فتوى من كبار المشايخ ومشايخنا أنهم قالوا لا يجوز للمأموم حمل الإمام، لا يجوز للمأموم حمل المصحف في صلاة التراويح. ليه؟ لأنها فيها من الشواغل الكثيرة. أحيانا ممكن أنا عيني وأنا بقرأ عيني تسرح على السطر اللي بعده واللي بعده واللي بعده، بدعوة إيه؟ بدعوة إن أنا عايز أشوفه هيقرأ إيه بعد كده، فأنا عايز أجهز نفسي عشان لما يجي يقرأ أبقى أنا عارف هو بيقرأ في إيه. لا، أنا مش مطلوب مني كده، انا مطلوب مني ان انا اقف في الصلاه منصت خاشع. خد بالك انا واقف قدام مين؟ انا واقف قدام الملك سبحانه وتعالى، انا واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الاولى ان احقق الانصات والتركيز وانا اسمع لكلام الملك جل جلاله، ولا ان انا احمل المصحف وبعدين اعمل كده وبعدين اقلب الصفحه كده وبعدين يجي في الركعه الاولى يقوم ماسك المصحف وحطه في جيبه او عامله كده وبعدين يقوم تاني يقوم مطلع المصحف تاني ويفتح المصحف. لا يا اخوان، ده كده الصلاة هتبقى شكلها ايه بقى؟ انا اقعد اشيل المصحف وافتح المصحف، او مثلا ممكن اطلع التليفون وافتح المصحف على التليفون. لا لا لا، ده مش المقام. ده المقام ده حمل المصحف في الصلاة لما اكون انا مش حافظ، لما اكون انا عايز اطيل في القراءة، لما اكون عايز احسن. خد بالك طبعا حمل المصحف بقى لما تكون لوحدك هيبقى له حل تاني خالص، والله هيبقى له شكل تاني خالص. ليه؟ لأن أنت معزول تماما عن الشواغل ومجرد تماما لله سبحانه وتعالى. أنت في قيام الليل واقف في عبادة لله جل جلاله، لا يراك أحد، لا يسمعك أحد، لا يطلع عليك إلا الله سبحانه وتعالى. فبالتالي ده بيكون أدعى لتحقيق الإخلاص والخشوع والخضوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. عن الصلاة في جماعة، يمكن أنا لا أتهم أحدا في نيته والله، ولكن يمكن ربما يكون هناك حظ للنفس في هذه الصلاة في أثناء متابعة الإمام مثلا، ومن يدري. فالأولى يا إخواني يا أحبابي، الأولى بنا أننا في صلاتنا لله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة الطيبة المباركة أن نحاول أن نحصل منها ما نستطيع قدر الاستطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها. وممكن الإنسان ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها شيء. والمرء ليس له من صلاته إلا ما تدبر فيها، ما عقل منها، ما فهم منها. الصلاة يا إخواني مناجاة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. هل هذا المقام في صلاة الجماعة مقام تقليب المصحف والرد على الإمام ورفع الصوت؟ لا يا إخواني والله، إحنا كلنا حريصين على الخير
وأنا زيكم والله حريص على الخير لي ولكل إخواني، وأنا لا أتكلم من عندي، وإنما أقول بكلام أهل العلم وبقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عارف إن أخويا اللي شايل المصحف ده برضه هو حريص على الخير، لكن أنا بدلك حبيبي في الله، أنا بدلك على ما هو أفضل، على ما هو أحسن، على ما هو أنفع لك عند الله سبحانه وتعالى أن تتدبر. ربما والله حبيبي ربما تقع كلمة تسمعها في آية ربما تهز أركان جسدك، ربما يخشع الإنسان في آية، ويمكن يتدبر الإنسان في هذه الصلاة هذه الآية وهو قرأها قبل كده ملايين المرات، ولكنه في هذه المرة ربما يسمعها وكأنه يسمعها لأول مرة. عارفين ليه؟ لأن هذه الكلمة وقعت في قلبه فأثرت فيه وأثرت في جسده. طب الكلام ده ممكن يحصل وأنا ماسك المصحف؟ لا مش هيحصل. أنت بتقول لي أنت لا مش هيحصل لأن أنت مشغول، أنت ذهنك وتفكيرك مشغول بحمل المصحف وتقليب المصحف و لكن أخوك اللي جنبك واقف عامل كده منكسر خاضع لله سبحانه وتعالى، بيستمع إلى آيات الله، يستمع لكلام الله جل جلاله، فهو عايش بكيانه وعقله وفكره، عايش بكل جوارحه مع إيه؟ مع تدبر، مع التدبر. قد أفلح المؤمنون، خد بالك عايزين نفهم القرآن فهم دقيق. قد أفلح من المؤمنون، أول صفة، أول صفة من صفات المؤمنين الفالحين قال الله فيها إيه؟ قد أفلح المؤمنون. من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. شفت مقام الخشوع يا إخواني مقام عالي جدا لا يستطيع أن يحققه العبد إلا إن امتلأ القلب بالخشوع لرب الأرض والسماوات. فكيف يخشع القلب لله سبحانه وتعالى والذهن والعقل منصرف والذهن والعقل منصرف عما هو يشغله، يعني منصرف عن الله بما هو يشغله، منصرف بشيء تاني بالمصحف وحامل. لا لا لا، احنا عايزين نعيش الصلاة. والله يا إخواني ربما ركعة واحدة، ربما ركعة واحدة تكون سبب. جزاكم الله خير. ربما يا إخواني تكون ركعة واحدة الحمد لله تكون سبب في قبولك عند الله سبحانه وتعالى. لما قلبك يخشع لله، لما عينك تدمع وأنت واقف بين يدي الله، حينما تتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من إيه؟ من خشية الله، من خشية الله. الخشية دي مش هتيجي إلا ما نعيش بكل كياننا وجوارحنا وأعضائنا وقلوبنا مع كلام الله سبحانه وتعالى. حتى نكون من المؤمنين الفالحين لابد وأن نحقق صفات المؤمنين الفالحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. الخشوع منزلة عظيمة جدا، وإن شاء الله حيكون لنا لقاء معها بالمناسبة بإذن الله سبحانه وتعالى، سيكون لنا لقاء مع الخشوع، لأن هذه الشكوى كثرت والكل يشتكي أنا ما بحسش بالخشوع في الصلاة. أنا هقول لك إيه هو الخشوع وليه أنت ما بتحسش بالخشوع وإزاي تحقق الخشوع لله سبحانه وتعالى، ولكن اعلم بين قوسين كده أن الخشوع لن يتحقق لله إلا إن خشع القلب لله سبحانه وتعالى، والقلب لن يخشع لله إلا إن تجرد لله من كل شواغل الدنيا وكل ما يصرف القلب عن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يتجاوز عني وعنكم، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.